أعزائي المشاهدين، أسعدت مساء ومرحبا بكم في لقائنا لهذا المساء. أعزائي، معي هذا المساء كل من الأستاذ حكمة داود عبو، لا داود جبو حيدو، جبو حيدو، وهو طبعا من قائمة الائتلاف الكلدان اللي رقم هي 139 التسلسل 2، وطبعا راح نجي عليها بعدين. هو انا الاخ اميد جاف هو مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في ولايه ميشيغان. نرحب باثنيناتكم في قناه الاميه. اهلا، قائمتنا 184 راح نجي اميا، راح نجي عليك وش وقت وهذا. يا بالنسبه استاذ حكمت، انت على ارض الواقع في العراق، قل لنا شنو هي التحضيرات وشنو الجو الموجود في العراق في محافظات العراق كلها، انه هل هاي الانتخابات جالبه اهتمام الشعب العراقي ام يعتبروها انتخابات اخرى مثل الانتخابات اللي صارت قبل وما لها اي فائده؟ بتقديري هي شوارع بغداد الان تزهو بالقوائم المشاركه والمرشحين، سواء كانوا من المرشحين الذين لديهم قبول شعبي، نعم، او من المرشحين الذين عليهم علامه استفهام بتهم مختلفة، كونهم لم يستطيعوا أن يحققوا النجاح لا الإداري ولا السياسي في عملهم. فلدينا تنويعة كبيرة وكل المحافظات، ولدينا أحزاب وقوى سياسية كثيرة متنوعة، نعم، تسعى كل منها جاهدة لكي تستطيع أن تستقطب الشارع العراقي. نعم. هناك الشارع العراقي، نعم، في مشكلة حقيقية. هناك حالة من إحباط في الشارع العراقي نتيجة السياسات التي مورست في الأنظمة السياسية السابقة، صح، والتي لم يجد أي جدوى لا خدمي ولا أمني ولا تنموي يصب في مصلحة الشعب هذا. فلذلك هناك حالة من اليأس، ولا رغم من هذا اليأس ورغم من الأماكن الإعلامية الضخمة التي تحاول الأحزاب أن تؤثر فيها على الرأي العام، لكن هناك شيء حقيقي، المشاهد العراقي أو الجمهور العراقي لديه صوت واضح مؤثر أعلنه في كل الفضائيات، يترجم ما هي وضع الحالي أنه باسم الدين باقون الحرامية. معنى هذا أن الذين هم في دفة السلطة السياسية لم يحققوا الثوابت التي بنى الشعب العراقي عليها آماله وأحلامه. زين، الوضع في كردستان كيف ينظرون إلى هاي الانتخابات؟ يعني ينظرون للحكومة المركز يوم مع مطالب كردستان، وثاني يوم تنقض العهد في مطالب كردستان، يوم توعد الشعب الكردي الموجود في كردستان بكل مطالبه، وثاني يوم تنقض هالمطالب وتقوم تحاربه شنو يعني الشارع في كردستان، هل هو يتأثر بهاي الانتخابات أم يعتبرها انتخابات راح تجيب نفس الموجودين اللي كانوا، اللي الفساد اللي كان موجود بيه راح يرجع مرة الأخرى؟ شكرا، تحياتي للأستاذ حكمة، أتمنى له نجاح وأتمنى للشعب العراقي نجاح، إن شاء الله تكون انتخابات يغير مسار الحقيقي بالنتائج، إن شاء الله تكون خير على الشعب العراقي. بصراحة إحنا بكردستان نريد نقنع نفسنا راح إن شاء الله تكون تغيير بالعراق، ولكن العقلية موجودة بالعراق عقلية بالحكومة يعني المركزية، قلت الحكومة المركزية، نعم، ويعتبرون احنا عندنا دستور عراقي، عراق فيدرالي ديمقراطي فيدرالي، نعم، يريدون يسحبون من هذا تعهد الدستور وأملهم هم أملهم يرجعوا عراق مركزي، ولكن هذا عملية كلش صعبة، يعني ما ينجح. احنا بالكردستان أملنا يصير تغيير، ونشجع جميع اطياف يشارك، ولكن احنا عندنا مشكله مناطق متنازع عليها ما عدا 140، لعدم تواجد الحكومه الاقليم كردستان وقوات البيشمركة. اليوم توجد بها قوات طرف واحد وحشد الشعبي، هم مسيطرين، وعندنا خوف كبير بتغيير مسار الانتخابات،
والمناطق الموجودة بالكركوك وديالة وموصل وسهل نينوى كل هاي مناطق. أتمنى نتمنى كل القوائم تكون انتخابات نزيهة ناجحة، وأملنا أن نروح للعراق. إذا أستاذ وليد أنا إحنا عندنا وجه نظر خاص وإحنا متشمر بهذا التلفزيون، قلنا إذا انتخابات ما يمثل جميع أطياف الشعب العراقي صعب عليه. ترى صدام حسين كان فيها حكومة العراقية، محمد حمزة الزبيدي، سعد الحمادي، وطه محيدي المعروف، ولكن لم يمثلوا الشعب العراقي تمثيل حقيقي. إذا أكو تفكير تشكيل حكومة مثلا على سبيل المثال انتخابات حكومة تكون من طرف واحد وإهمال الأطراف الأخرى، هذا تكون عملية صعبة. إحنا بكردستان بصراحة نشجع الناس يشاركون بالانتخابات، وتعرف إحنا ما دام عراق مو دائرة واحدة، إذا تشارك عدد المحدود تكون كراسي محدودة للمحافظات، والإخوان عندهم كراسي محدودة خمس أتصور خمس كوتا خمس كراسي. وأنا يعني أتمنى يزيد عدد الكوتا كراسي الكوتا، كنا نتمنى تكون أزيد، يمثلون الإخوان المسيحيين هم يمثلون يعني قشطة من الشعب العراقي، وإحنا جميعنا لازم نشجعهم نحاول تواجدهم تكون أكثر بالعراق. نعم. في الحقيقة لو أنظر الكردستان من يوم السقوط لحد الآن، أنظر إلى كردستان حتى لو أكو خلاف موجود بين الأحزاب الموجودة في كردستان، من تجي على مصلحة الشعب الكردي متوحدين، وهذا شيء جيد. أستاذ حكمة، ما هي نسبة اللي راح يشاركون بالانتخابات اللي هم مسؤولين بالوقت الحاضر اللي نجحوا بالانتخابات السابقة؟ لأنه السبب، والسبب دا أسألك هالسؤال لأنه إذا نسبة عالية ما راح نغير شيء، هم الفازين كانوا بالانتخابات السابقة راح تيجون بالانتخابات القادمة، فما غيرنا شيء. يعني أكو كلام لطيف هذا حقيقة. هؤلاء بدأوا يدافعون عن أنفسهم بطريقة وبأخرى. لا تستغرب أنه في هذه القوائم التي كانوا موجودين سابقا فيها من مختلف المكونات القومية والإثنية، أن تجده اليوم يرشح مع المالكي، يرشح أو يرشح عن أتذكر أنه راح يكون نزيه مثلا على سبيل المثال. هناك من هو مرشح في الحركة الآشورية مرشح مع المالكي الآن، هناك من هو مرشح من الأحزاب الكردية مرشح مع التحالف بغداد، وهذا الخلط هي حقيقة محاولة هذه الطبقة السياسية أن تدافع عن مصالحها وتبقى هذا القدر أو ذاك وتبقى الوضع على ما هو عليه. ولكن طبيعة الشارع الآن، الشارع العراقي بشكل عام من شمال إلى جنوبه، يعني من كردستان إلى البصرة، هناك مطلبية جديدة، هناك رهان، هناك عزوف عن اختيار هؤلاء، هناك رغبة في أن تأتي قوة حقيقية تعمل على تنفيذ الدستور العراقي ومعالجة الثغرات الموجودة فيه مثل ما تفضل الأستاذ. نعم نريد عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد، وهذا هو الذي جاء في الدستور، ولكن الكيفية التي يطبق فيها العراق الديمقراطي الموحد يطبق عندما توفر حسن النوايا وتوفر عندما الثقة ولا يكون على حساب الآخرين. نحن كمكون مسيحي نعاني من ضغطين راح نرجع عليه، بس خلي أنا أحكي بصورة عامة. إذا الأحزاب الشيعية الدينية هي مسيطرة على الوضع فمهما قالت ومهما الهتافات والهذا بالنهاية هم هذولا منتمين إلى أحزاب دينية شيعية، ما معناته إذا فازوا راح يطبقون نفس البرنامج اللي هم يؤمنون به. يعني من يجي واحد من حزب الدعوة والمجلس الأعلى هذا، من يجي واحد هو مؤمن بالشيء اللي يمثل الكتلة ماله، فما قعدنا تغيير. لا هو تغيير حاصل مؤكدا، سوف لا تحصل هذه القوة السياسية على نسبة العالية من الاستقطاب الجماهيري، أنا متأكد من هذا الموضوع لمعرفتي بالشارع، لمعرفتي بالتطلعات الناس، لما يكتب بالصحافة والوجهات النظر في التلفزيون والفضائيات اللي تحاول أن تنقل هذا. لا أقول لا توجد هناك رغبة
من هذه الأحزاب بتشييء هذا الموقف، أي بمعناته بمحاولة تضبيبه ومحاولة هلهلته. لكن المؤكد المؤكد أن هناك رغبة حقيقية في الشارع العراقي في التغيير. لا يمكن أن يتكرر نفس اللون أوكي. ونفس الرؤية ونفس المنظور. يا أخي الهيمنة الإيرانية الموجودة عن العراق هسه، هل راح تلعب دور في الانتخابات؟ بالتأكيد. المحيط الإقليمي ما سوينا شيء. المحيط الإقليمي هناك مؤثرات واضحة عليه، سواء كانت من هذا الطرف أو ذاك، سواء كانت إيرانية أو تركية أو سعودية أو غيرها. لا خلنا نحكي على إيران، إيران هي واحدة، هو الثقل الموجود فيها مؤثرة. هي واحدة من القوى المؤثرة، وليست هناك أيضا السعودية 70% مؤثرة. بالتأكيد. لكن هناك بالشارع العراقي رأي آخر. نعم. هناك عدم رغبة لإعطاء الأصوات لهذه القوى التي تنفذ المشاريع الإيرانية وغيرها. وهذا نراهن عليه إحنا، الوعي الجماهيري الذي تكون نتيجة هذه السنوات الطويلة من وجود هذا المؤثر. نعم. والذي لم يعطي أي شيء مفيد للشارع العراقي، لا على صعيد الأمني ولا على صعيد الخدمي ولا على صعيد تطور الاقتصاد ولا على صعيد استقلالية القرار السياسي العراقي. نعم. أخو أميت، دنشوف سيطرة من الحشد الشعبي في مناطق في كردستان، يعني والعبادي كان بكركوك والحمادية والينو، دنشوف هالسيطرة. تعتقد هاي التأثير اللي راح يكونوا موجودين في المناطق اللي المفروض تكون جزء من كردستان راح يأثر على الانتخابات؟ أكيد أكيد. إحنا راح تشوف أستاذ وليد، حقيقة إحنا يعني مخلي بالنا راح نخسر مقاعد انتخابية على تدخل وراء أحداث 16 أكتوبر 2017. كنا نحن بكركوك كنا موجودين، إحنا حصلنا أكثر 8 مقاعد، 100% إحنا ما نقدر نحصل هاي المقاعد. صارت تدخلات، تهديدات، اكو مناطق كرديه بداقوق، وهاي دوسكم ماتوا، هاي كلها اكراد مهدده. شلون راح تسوون؟ شلون راح تتعاملون مع الوضع؟ احنا ماكو حل. احنا طلبنا تواجد البيشمركه تكون حسب اتفاقات قبل 2014 وقبل الهجوم على المصر، ولكن الحكومه العراقيه انسحب كل الانتفاع. المشكله بالعراق ماكو وعود، تحكي ويا واحد ينطوا عود وتوقع الاتفاقات، ما تطبيق بالعراق. وحش الشعبي مشكله، بحش الشعبي ليس سلطه مركزيه. نعم. كل جهه، كل مجموعه يقود كل واحد، ما ياخذون اوامر من السيد رئيس الوزراء، هم يطلعون تلفزيون. نعم. مو احنا يعني نقول لما ياخذون، هم يقولون احنا ما ناخذ اوامر من السيد. نعم. رئيس الوزراء. نعم. يعني هذا راح تكون مشكله للجميع القوائم. يعني لا تشوفه غريب، سهل انه يطلع واحد من اخواننا القوائم الشيعيه اولى بالقوه، يطلع واحد شيعي، يعني طبيعي. نعم. كون تشوفه مثلا على سبيل المثال. نعم. يعني هم كلهم مسيحيين، يطلع واحد شيعي طبيعي. مأسات بس لا نحكي بيها، بس مأسات يعني حقيقه. نعم. حقيقه هذا انتخابات. نعم. مثل ما تفضل الاستاذ، راح تكون صعبه. اولا ما حد يقدر يجيب مقاعد مثل ما صارت نوري مالكي 89 وياد علي 91، راح ينقسم. ولكن أستاذ العزيز، مثل ما أنا قلت من البداية، كي آلية التشكيل إذا يريدون إخوان يشكلون وهم نفسهم يقدرون يشكلون بدون يجيبون مثلا شخص واحد، شخص كردي عنده مقعد، واحد إخوان المسيحيين، هاي عراق يقول شوف إذا ما يشاركون قوائم رزينة معروفة عندها نضال بصحة كلها ما يشارك، يبقى على شخصيات واحد كردي واحد مسيحي واحد سني، أربعة خمسة مسيحيين عفوا سنة، والأكثرية إخواننا الشيعة، يكون صعب إنجاح عملية سياسية بالعراق. إحنا جربنا هاي فترة، هاي حكومة المال عبادي حكومة يعني شيعية خالصة بصراحة، يعني ولا واحد عنده السلطة. مشكلة العراق ماكو، يعني ماكو توزيع الأدوار، السلطة كلها بيد السيد رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ما عنده قضايا أمنية، ما عنده أي سلطة. نعم. عنده ممكن سلطة على وزارة الدفاع. مسير من إيران ولا مخير حتى يقوم بصراحة، يعني احنا كلتنا نعرف إيران. نعم. عنده دور بارز. نعم.
وإيران هو السيد قاسم سليماني، هم مثل ما يقولون حج قاسم، هو يقود عملية أمنية بالعراق بإذا بحقيقة. وبعدين همين العملية السياسية طبعا تربيها. مرشحين ينافسون كيفية اللقاء وياه ويأخذون صورة وياه. أنت شايف يريد يصير رئيس وزراء عراقي يقول أنا تابع الولاية الفقية، شون يصير يا أخي الكريم؟ لو تابع الولاية الفقية، لو أنت تقود عملية سياسية بالعراق تفضل انتخابات وتنجح ما عنده مشكلة يعني، بس مشكلة أنت عراقي شون تقول أنا تابع الولاية الفقية؟ ولاية الفقية وينه؟ صح. أستاذ حكمت قبل 15 سنة كانت نسبة المسيحيين في العراق 1.3 مليون و300 ألف، مليون و400 ألف، اليوم أقل من 500 ألف، أقل من 400 ألف. هل الاضطهاد صار ضد المسيحيين وهذا؟ فالقوة المسيحية السياسية همينة ضعيفة جدا، بما أنه أنتم تمثلون ائتلاف الكلدان اللي هي القائمة 139، وأنت الدور مالك يا مسلسل 932 يعني. انت اثنين زين، هل تعتقدون عندكم إناف أصوات أنه تحصلون زين من هاي العشرة مثلا على اثنين واحد من الممكن، بس أكثر من واحد؟ لأنه نسبة المسيحيين بالعراق ضعيفة ومضطهدين كلهم، وكلهم موجودين بالخيم، وما عنده حتى الثقة في الوضع الأمني في العراق أنه راح يصوت للانتخابات. تفضل. شو راح تتعامل؟ أنا راح أخليك في صورة كلش متفائلة شوية. كل شيء يكون ظلامي لابد أن يكون بصيص نور، يعني هاي ما بيها. فالبصيص النور وين نرى؟ في هؤلاء الذين يراهنون على أن العراق هو لكل العراقيين، نحن أكثر وطنية من كل من الناس الأصليين في العراق، لأننا المكون الأساسي في هذا العراق، أسوة بالمكونات الأخرى، أقصد المكونات الكبيرة مثل العرب والأكراد كونهم مكونات أساسية في هذا المجتمع، فإحنا مكون أساسي وهذا ما نريد أن نثبته بالدستور. كل الأحزاب تقول نعم أنتم مكون أساسي، ولكن عندما تأتي المحصلة الرهانات تصبح بالطرف الآخر. من مثل المسيحيين خلال 14 عام سابقا لم يدافعوا عن مصالح المسيحيين، إنما كانوا يدافعون عن أجندات للأحزاب الكبرى. وهذا ما زعزع ثقة المسيحي بمن يترشح، فأما يكون ولاء للإقليم أو ولاء للمركز، وهنا في الطرفين خسرانين. احنا خاسرين، لأنه ما يدافع عن مصلحة الشعب، نعم ما يدافع عن مصلحة المكون مالته وجماهيره، إنما يدافع عن ما يملى عليه كمصالح كبرى في الصراعات العامة. فلذلك عندما نريد أن نراهن أن نوقف نزيف الهجرة في العراق، علينا أن نعمل من أجل أن نعطي لهذه هذا المكون حقه في أن يختار من يمثلوه. وعندما يختار من يمثلوه، هؤلاء هم تكنوقراط وطنيين موجودين في العراق، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن هذه البرامج وهذه الرؤى، ويكون جزء من النسيج العراقي بكافة مكوناته. احنا الان عندنا مناطق تتعرض الى تغيير ديموغرافي. أوكي. فضل الاستاذ قال قبل شوي، وحضرتك انت قلت احتمال يطلع في القوش شبكي يعني للمسحه، ولكن لا نستغرب. صح، لا نستغرب. مدرسة الإمام خميني بالبرطلة يعني يعني هذا التغيير المشهدي محاولة ليس في المناطق المسيحية فقط، وإنما حتى في بعض المناطق الكردية. صح. اللي دي يصير بها، احنا اللي نتحدث عنه، هناك إشكالية كبيرة، هو عملية خلط الأوراق، وهناك تغيير ديموغرافي اللي يحصل، وهناك ترهيب، وهناك حرمان، وهناك قوى سياسية تحاول أن تغيب الوجود المسيحي بالعراق. ونحن نقول لهؤلاء إن كنا كوتا خمسة، فنحن في الخارج نشكل ما يعادل 20 مقعد في البرلمان، إن وعى الشعب وذهب للانتخابات وطال الفرصة للمهاجر، أنه هو هناك فرصة للمهاجر، ولكن على المهاجر أن يعي مسؤوليته التاريخية في هذا الموضوع. رح نرجع عسى عليها بقية. علي أن يعي مسؤوليته التاريخية. إن لم يعي هاي المسؤولية التاريخية، معناته الكردي اللي بالخارج والمسيحي اللي بالخارج وحتى بعض الأطراف الأخرى من المكونات الأخرى
سيتركون الساحة لمن هم غلب الآن، وسنبقى نحن تحت قائمة التشظي التي يراد لها في العراق في المشهد السياسي العراقي. أستاذ حكمة، يعني الذين يدعون الديمقراطية، الأحزاب الشيعية الدينية الموجودة في العراق تدعي بالديمقراطية، الديمقراطية هي الحفاظ على حقوق الأقلية، حفاظ على حقوق الأقلية، هذا ما نشوفه بالعراق. فإذا ماكو حفاظ على حقوق الأقلية، ياهل يرجي ياهل يجي من الكوتا، إذا ماكو من هذول المسيطرين على الوضع احترام للأقليات، ما راح نقدر نسوي كل شيء. تماما. لذلك بعضهم ما حتى يعطي صفة دمقرطة لتنظيمه، جاب له مسيحي وجاب له كردي وخلاه بالقائمة الشيعية حتى يخلط الأوراق. يعني هل يمكن لهذا المسيحي وهذا الشيعي، وأنا لدي زملاء وأشخاص أعرفهم وأستطيع أن أحدهم بالاسماء، هل يمكن أن يؤثر هذا في سياق برنامج حزب طائفي واضح الأبعاد؟ هذا إحنا كنا نخاف منه، وهذا إحنا وهذا اللي أعتقد راح يكون فشل لكل أقلية موجودة في العراق حتى نفوز بمقاعد هناك. أستاذ العزيز، لدينا أصابع المندائين الذين خرجوا ولم يبقى منهم إلا أنفار. صح. وسبق العراق أن عاش مأساة اسمها خروج اليهود من العراق. صح. تحت حجة فرمان. والمسيحيين. والآن المسيحيين على الأبواب. من مليون ونص إلى ربع مليون. بالضبط. هذا التغيير الديموغرافي سيكون له تأثير سلبي ليس على العراق إنما على المنطقة ككل. صح. نحن منذ بداية تطلعنا أو وجودنا في المجتمع العراقي إحنا شعوب مسالمة تبحث عن المعرفة وتبحث عن توفير الإمكانيات للنمو والرقي الاجتماعي. لم يحصل أنه مسيح ارتكب جرم أو تقصد إيذاء الآخر أو مصادرة رأي الآخر من زمن تاريخ العراق تاريخيا. نعم. نحن عملنا وجاهدنا وكنا سواء في كردستان عندما كان أعداد كبيرة عندنا في قوات البيشمركة، أو في الجنوب عندما نظرنا في أحزاب الوطنية والأحزاب الأممية مثل الحزب الشيوعي وغيرها، كنا دائما نؤكد على ثابت واحد، توفير الأمن والسلام وتوفير مستقرات الأمن الاجتماعي وإعطاء الحق لكل المكونات لكي تشكل برنامجها السياسي الذي يدعم الوحدة الوطنية العراقية. نحن ثوابتنا مع الدولة العراقية، الدولة الوطنية العراقية مع الوحدة العراقية، مع وجود الأمن والاستقرار. لا نريد الكثير السوبرمان، نريد عراق ديمقراطي آمن للجميع حق التنمية فيه، شيء بكردستان وبالبصرة وببغداد. هذا هو مطلبنا. احنا لا يوجد لدينا مكان، نريد ان نحافظ على اراضينا في مناطق تواجدنا في سهلين. راح ارجع اقول اسئلك انه شنو الاهداف مالتكم وشون تحافظون على حقوق المسيحيين، بس اخ اميت، هل الاكراد راح يكونوا في قائمة واحدة، هل في قائمتين، وشنو هي القائمة، وين تتوقعون راح يصير التصويت القوي للقوائم الكردية؟ أستاذ، إحنا همنا عندنا مثل ما مشاكل هواية، مشاكل داخلية بأقليم كردستان، أصبحنا سبع قوائم رئيسية وغير الجزئية، ولكن نفس الأصوات يعرف حزب الديمقراطي كردستان، إحنا طبعا أكثرية حزب الديمقراطي كردستان، قائمة 184 موجودة، وإخوان الاتحاد الوطني وتغيير جيل الجديد وبرهم صالح وأحزاب إسلامية ثنياتهم الاتحاد الإسلامي والتجمع الإسلامي، يعني كلهم موجودين لكن نفس المقاعد تعرف مثل الحزب الشيوعي أو حزب إخوان حزب الشيوعي وموجودين وحزب السوشياليست أنا موجود، يعني لما أقول سبع سبع الرئيسية الإخوان حزب الشيوعي والسوشياليست موجودين، يعني صرت تسعة. وطبعا موجودة قوائم إخوان الشيعة موجودة، عبادي موجودة، حكيم موجودة، هاي مرة بكردستان، ولكن لا يجيبون أصوات 100%. هل تتوقعون أصوات تجي مثلا من بغداد، من الناصرية؟ احنا عندنا احنا مركزين على كردستان. احنا لا، احنا عندنا قائمة خارج ما عدا كركوك، احنا كحزب القوات الكردستاني ليش ما عليك ما شاركنا، كوننا احنا عندنا جميع أعضاء حزبنا أكثر من 200 كردي مهاجر من كركوك موجودة بأربيل، صارت مهاجرة من كركوك من وراء أحداث 16 أكتوبر ومجيء الحشد الشعبي لكركوك.
هذولا مهاجرين وضعهم مو زين، واحنا مقراتنا محتله من قبل حشد الشعبي، ويوجد المقرات حشد الشعبي داخل مقرات حزبنا، وما ما احنا ما شاركنا بكركوك، ولكن موجودين بديالة موصل. تيجي هي من 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 كردستان والمناطق المحيطه في كردستان. نعم احنا مش موجودين بالموصل، بديالة موجودين، بغداد عندنا، بالكوت عندنا، اخوان الفريدين عندهم مقعد بكوتا بكود، احنا عندنا مرشح، وبغداد عندنا مرشح. بس تعرف شنو مشكلتنا احنا؟ اثنين يعني كلها تقريبا راح 62 مقعد كان عندنا. انا متاكد 100% هاي مره ما نقدر نجيب 62 بصراحه. كون السبب انا قلت لك مناطق متنازع عليها كلها موجوده حشد الشعبي، وعندهم تاثير وتغيير مثل ما قال. احنا قلنا يعني الناس شو بعيد واحد شبك يطلع بها القوش، يعني مو موضوع القوش يعني قصد لا على سبيل يعني على سبيل المثال. ثانيا صارت تفرقه مثل ما تفضل الاستاذ، احنا ببغداد يعني هاي كارثه اذا يشتغلون على هاي عقليه. موجود واحد كردي بقائمه واحد اخواننا الاحزاب بغداد الشيعيه، والله هاي تمثيل الأكراد. لا، التمثيل الأكراد الأحزاب الرسينة وعندنا نضال الطويل وعشرات السنين هم يمثلون الأكراد، مع احترام وتقدير لكل الوجهة النظر. احنا نحترم هاي عملية ديمقراطية، نحترم كل وجهة نظر، وأكراد هم عندنا تغيير وجهة نظر، ولكن بالنهاية احنا هدفنا بصراحة من قبل الانتخابات حاولنا وسوينا اجتماعات مع جميع الأحزاب، طلبنا منهم نشارب قائمة واحدة خارج أقليم كردستان. نعم. من ديالة وكركوك. قائمة واحدة، ولكن ما صارت اتفاق مع أسف. ولكن أملنا لما ينتهي انتخابات إحنا نصير قائمة واحدة كقائمة الكردية، نوحد جميع مثل ما صارت قبل 2014 كان قائمة واحدة موجودين، وكان صوتنا صوت واحد. أمنا يستمر على هاي العملية، ولكن عدم إذا ما نجحت ما يكون نهاية. إحنا جميع القوائم الكردية أكو قضايا مبدئية إحنا كلتنا يعني أكو نقاط مشتركة بيناتنا وندافع على هاي قضايا، أكو خلاف هذا شيء يعني طبيعي. بس يعني على سبيل المثال ما قال الصابئة المندائية، ترى احنا في كردستان ترى ما عندنا صابئة المندائية. اليوم اكو ذو معابد اثنين وباسكي كلك بدل ما بالكوت كان يسوون بالماي وعندهم طقوسهم، اليوم باسكي كلك يعني موجودين. احنا رحبنا بهم، السيد الرئيس مسعود برزاني انطى توجيهاته، واحنا مرحبين، يعني نعتبر واجبنا ما نسوي فضائل. انتوا رحبتوا جميع اطياف الشعب العراقي وخاصة المسيحيين، وأنا أقولها أكثر من مرة، جزء من لولا فتحت الباب للمسيحيين اللي جوي من البصرة وبغداد وهذا لكانوا 80% من عندهم انقتلوا في المناطق. أستاذ وليد أكو شيء كلش لازم تعرفه، إحنا بكردستان ماكو كردي، كردستاني. لما نقول كردستاني يشمل الأكراد، العرب، أخوان التركمان، أخوان المسيحيين بجميع الأطياف، الكلدان، آشور، أرمن، ثريان، الموجودين يعيشون ويانا، وجميع الأديان، يزيدين وشبك ومسلمين ومسيحيين، كاكاين كلها. إحنا بكردستاني يشمل كلتنا، وكردستان ليس للأكراد فقط. وإحنا نفتخر بالتعايش السلمي سنين من آبائنا وأجدادنا الغالي. اليوم الأخوان المسيحيين هم أهلنا وإخواننا، اليوم ظروفهم ما ساعد. أكو فشي كلش مهم لازم كل الشعب العراقي يعرفه، حدود الكردستان تطلع من موصل للجوة لغاية بحرين كانوا موجودين إخوان الكلدان، ماكو منطقة مسيحية من موصل للفوق الكردستان. كل أماكن التاريخية الإخوان المسيحيين موجودين، ماكو قرية مسيحية من موصل لغاية بحرين. كنا موجودين بالنجف. زين ماكو اليوم صار يعني هذا إحنا نفتخر بها، تواجدهم عايشهم ويانا بكردستان، ونفتخر بهم هم أهلنا وإخواننا. شكرا. كم قائمة عندهم المسيحيين ده حيخوضون الانتخابات؟ هو هذا السؤال كلش يعني يصب وهو حقيقة يكمل ما بدأنا به. نعم. إنه هي عملية تجضية المشهد السياسي المسيحي. نعم. هناك سبعة قوائم. سبعة قوائم.
زائد واحد مستقل، سبعة قوائم تمثل أطياف متنوعة من الوجود المسيحي بالعراق، سواء من هو واقع تحت تأثير الحشد الشعبي أو من هو واقع تحت تأثير الكردي، وهناك من هو ذو توجه قومي، وهناك أيضا بعضهم من هم واقعين تحت تأثير المجتمعات المدنية. هذه القوائم سبعة تتصارع على خمسة مقاعد. وحسب ما أعرف من ضمن هذولا أسا موجودين هم بالبرلمان، شنو اللي راح يكون يعني the difference بينكم وبينهم؟ ليش المسيحي يصوت لك ما يصوت لهم وهم كانوا موجودين بالبرلمان؟ وهذا هو حبيت أقول لك هذا، أنه ائتلاف الكلدان هي قائمة جديدة ورؤية جديدة اتفق عليها مجموعة من المثقفين الكلدان لكي يرفعوا لواء المطالبة باسمهم ولا يمنحوها إلى ناس آخرين، مما أدى إلى ضياعها حقيقة. هذا نبه عليه من؟ نبهت عليه القوى الوطنية وغبطة الباتريارك لويساكو الذي قال استيقظ أيها الكلداني. هذا نداء، والسبب الأساسي هو هذا محاولة الضغط المستمرة على هذا المكون، أو محاولة مسخ الصورة الكلدانية وإعطائها صفات أخرى، مرة تحت لواء المسيحية ومرة تحت لواء القومية، كون إحنا ممثل لمكون قومي آخر ولا نمتلك هذه الخصوصية الكلدانية. طيني هدفين أنه تسعون أسا ما موجودة تسعون لتحقيقها في القائمة اللي إحنا فيها. أول الأشياء هي الاثنين المهمة توفير التنمية للأمن والاستقرار والتنمية للأقاليم للمناطق والقصبات اللي يعيش بها المسيحيين. أوكي. هاي واحدة. نعم. اثنين، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، تثبيت الوجود الكلداني كمكون أساسي في الدستور العراقي. نعم. أسا ما موجود؟ هذا ما موجود هو. كلداني الأشوري السرياني. لا لا، هذا التسمية القطارية. نعم. هي تسمية مصالح حزبية أخرى، مو تسميتنا إحنا. نعم. إحنا لا يمكن أن نقول الحزب العربي الكردي الأرمني. لا لا ما تقدر، بس المثال إذا من تحكي كردي كلداني سرياني أرميني تحكي باسم المسيحيين. لا اختلفنا. وأنتوا بالنسبة لكم أسا موجودين في 300-400 ألف، إذا راح تختلفون بيناتكم الأصوات راح تتقسم وما راح يكون عندكم القوة اللي تحكون بها. لا، إحنا هؤلاء كانوا من 14 سنة بالبرلمان لحد الآن. نعم. هم الصوت الوحيد الذي يتكلم وبهذه الطريقة وتلك. الآن علينا أن نقول نحن ما نريد، وعلينا أن نثبت ذلك في الدستور. نعم. لم ينادي أحد من هالأحزاب هذه بحقنا الشرعي كون كلدان كون مكون أساسي في الدستور، وهذه نقطة مهمة جدا. نعم. ولدينا حقوق وواجبات على صعيد التنمية الاقتصادية، ولدينا حقوق المواطنة من الدرجة الأولى، ولا نقبل أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهذا حق مشروع. نعم. حق الدفاع عن وجودنا في هذا الأرض. كلها حقوق مشروعة. إيه بس شو وقت نطبقها؟ شو وقت هذا ناخذها؟ إي ماكو الأشياء لا يمكن تأخذ اعتباطا. نعم. الأشياء تأخذ أو الحقوق تنتزع انتزاعا. نعم. لا يوجد أحد يمنحك الحقوق. صح. تفضلها. ما حد يقول لك تفضلها. في أمريكا يقول لك ما تعلي صوته ما حد ما يسمعك. وإحنا. فلازم تعلي صوته. وإحنا علينا صوتنا. نعم. علينا صوتنا. أنا دا أحكي لك يا على سبيل المثال. أنا وزير مفوض في وزارة الخارجية العراقية. نعم. يعني أنا سياسي محترف. لكني وجدت إن هذا المكون لسنوات طويلة يعاني من تشيء وتضييع دون مبرر موضوعي. نعم. وأنا برأيي أنه عندما نستطيع أن نجمع كل الكلدان على رؤية سياسية واضحة سنخدم توجهات الشعب العراقي في التنوع المزيكي الموجود. ما قصر تقول لك غدر بحق الكلدان وراء 2003 تمثيل الكلدان مو تمثيل حقيقي، ليش ما تقول له هيك؟ هذا صحيح. صح. هذا التعبير الصحيح. نعم. هذا دحكي. لو أنا أعرفه بس أريد المشاهد. أنا وياك أنا ترى أنا أعرف الوضع في العراق، بس أريد المشاهد يسمعها من عندكم إنه شنو الوضع. أعتقد أنا وأخي الآن
متفقين على شيء واحد، هو قالها بالشعبي وانا قلتها شويه بالفصيح. احنا لازم نحسيها وهذا انا ولو انا انت حكمه الكلدان واتمنى يعني ما اريد اخذ دورك. وانا احد قعدات بمشيغان قلت له السيد وزير خارجيه العراق صراحه هذا كلام، قلت له اكو غبن على تمثيل الكلدان يمثلون 85%، وانا يعني ماكو فرق بالنسبه لي كلدان واشور، هم اثنيناتهم اخواني واهلي، ولكن اكو غدر بحق الكلدان صراحه بتمثيل العراق. انا يعني مو مغدر بها، بس اريد بس اجاوب فشي الاستاذ لما قال اكو ناس اكو 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 احزاب. كل الاحزاب بالنسبه هنا اكو هواي احزاب كلدانيه تواجد، وهم من ضمنهم هم قريبين علينا، واحنا اتمنى كل 100 مقعد لهم كون هم علمانيين، اكو تفكير نقدر نتفق ومصالح مصالحنا هواي جمعنا مشتركه. ولكن بتعرف اكو تمثيل احزاب كان قديمه ويانا، اكو علاقات يعني حميمه هاي شوي اكثر من هاي اشتغلنا. لكن احنا بالنسبه احنا يعني ما نخفي دور الاخرين. نعم. ونتمنى لهم توفيق، واحنا ماكو فرق بينهم والاخرين. نعم. بس اكو يعني علاقات واتفاقات وصداقات وان شاء الله هتتطور في المستقبل القريب. كاكاوميد يعني من كنا احنا بالانتخابات السابقه يعني قناه الاميه لعبت دور كلش قوي على مستوى امريكا كله، انه للترويج على الانتخابات والمفوضيه جت يمنا، ويعني هالمره ما نشوف اي حركه، ما نشوف. طبعا قناه الاميه يطلع بامريكا كلها، وعراقيين في امريكا كلها صح، بس انا دا اشوفها في ميشيغان كانه دا نغطي، كانه دا ما نريد نعرف الناس اكو انتخابات. تلوم نفسك، انا مثل حزب القاده الكردستاني. نعم. أنا بالقوة قبل يومين عرفت وين 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 أماكن الانتخابات. شنو السبب؟ هل يريدون أكو بطء بالعمل الانتخابات، أكو بطء كيفية التعامل مع جالية تعرف أكبر جالية ميشيغان. نعم. يعني لا في كاليفورنيا همنا في يعني إحنا يعني صحيح في أمريكا كل ونغطي أمريكا كلها 14 مركز انتخابي. نعم. ولكن بس ما حد يعرف بها. لا تعامل والانتخابات راح تصير. انتخابات رسير. ناس ما يعرف منو يمثلنا. نعم. منو مدير قاعة. نعم. أنا يعني مع اعتزاز تقديري لهم. إهمال من المفوضية، إهمال من إخوان من واشنطن. قبل تذكر أجو سوري اجتماعات قاعد ويانا، سوينا في 30-40 اجتماع ولا اجتماع. yeah. ولا إحنا التقى بينا ولا سوينا أي لقاء ولا نعرف شنو جهة، ولا اكو جهه الاعلاميه تعرف. كان اكو جهه اعلاميه تنسيق مع حضرتك، يصير دعايات بالجرايد بالراديو، كل شيء ماكو. يعني هذا بس سبب الاهمال او هو عن قصد؟ والله انا اقول لك يعني ممكن اكو وجهه نظر اهمال اصوات الخارج. انا عندي شك ناس ما عندهم ما يريد ينجح هاي عمليه، واكو خلاف يعني بين داخل وخارج. هذا كلمه صارت يعني ناس يرتكز على هاي كلمة، ولا ترى إخوانهم بالخارج دعموا عملية تحرير أكثر ما من إخوان موجودين على السلطة. لولا أصواتكم أصواتنا وأصوان إخوان العراقيين الشرفاء لكان ما إسقاط مو عملية سهلة. طبعا كلتنا شاركنا بهاي عملية، ولكن أكو إهمال للخارج، حتى العقول الخارج ما قدرنا نستفاد منهم داخل العراق. ما احكي على الاقليم، كون احنا بالاقليم استفادنا. هل تعتقد انه الاحزاب الشيعيه الموجوده هسه في العراق المسيطره ما عندها نسبه قويه من المهاجرين بالخارج، لهالسبب ما يردون انه الانتخابات بالخارج تكون انتخابات فعاله ومجديه؟ ما اتصور، ما يهمهم هاي الاصوات. نعم. استاذ حكمت، في امريكا هناك جالية كلدانية لا بأس بها حوالي 250 إلى 270 ألف في أمريكا، دا نحكي في ميشيغان حوالي 170 ألف، في كاليفورنيا، في أريزونا، في شيكاغو. ما أعتقد يعني أنا عشت الانتخابات السابقة والقبلها، الوضع كان غير شكل. العالم كلها تعرف بالانتخابات، العالم مهيئ، العالم هاليوم ما أعتقد أكو أي PR، ما اعتقد حتى من الائتلاف مالتكم او غير الائتلافات ماكو اي نشاطات. شنو السبب؟
يعني عندكم جالية من الممكن أنه تلعب دور يعني من عندك 170 ألف في ميشيغان، هذول لو جندوا من عندهم 7000 ذات ينف حتى يساعد واحد من عندكم. هو مثل ما تفضلت بالتأكيد أصوات الخارج نعم لا تعني للقوى السياسية في الداخل، لأنها أصوات مفروزة على جهات أخرى، بمعنى مفروزة على الكوتا نعم، ومفروزة الكوتا المسيحية نقصدها ومفروزة على بعضها من المهاجرين لفترات طويلة من المكون من القومية الكردية اللي هم متوزعين في السويد وفي أوروبا نعم. إذن هذول بالنسبة للمهاجرين العرب هم نسب قليلة لا يقارنون، مو أنا قلت الشيعة هم نسبة قليلة كلش سواء كانت في أوروبا أو في في المشهد الداخلي نعم. لكن لذلك هذا الإهمال نعم. فالتركيز تم على الداخل نعم. يقول لك أنه كوتا كوتا، حتى أن رشحوا على سبيل المثال 10,000 واحد، فنظام الكوتا ينص على أنه اللي أكثر أصوات يصعد نعم. طب 10,000 تقدر يصعد واحد، 500 صعدوا. إذن هنا نقدر صح. إذا الإعلام قوي كلش ايه؟ والبي آر يعني إحنا نقدر نسوي إعلام، نقدر نجيب 20-30,000 من أمريكا يصوتون لها القائمة. إذا هذا تم نعم. لا نحتاج إلى كوتا، لا مو ماكو الدعم يعني خلينا نكون صريحين. العام أمين لاست تايم من صارت المفوضية كان عندنا بجد أكثر من 60-70,000 دولار من المفوضية سو كان عندنا، لأنه إحنا مصاريفنا همينا فحطينا كامبين فظيع يعني يعرف كاكاو ميت، خلينا المراكز كلها تقبط زين. هسه أنا ما كل شيء هو اللي تفضلت بي واللي تفضل بي الأستاذ أميت الآن نقول لا يهمهم أصوات الخارج، لا يهم أصوات الصراع أو التناحر الموجود الآن نعم. ضمن القوائم الشيعية الشيعية نعم. ضمن القوائم السنية السنية، ضمن القوائم الكردية الكردية نعم. التي هي أكثر تأثير على المشهد الداخلي صح، والتي هي أكثر قدرة على أن تحصد الأصوات نعم. صوت الخارج محسوم أنه الأكراد الموجودين في أوروبا أصواتهم مفروزة نعم. أما يكون حزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني أو القوى الجديدة التي ظهرت على الساحة السياسية 5% للباقين هم مثيناتهم 90% الأحزاب التقليدية نعم. اللي هي موجودة الحزبين اللي ذكرتهم يس. بالنسبة للأحزاب الإسلامية نعم. هاي الأحزاب اللي شكلت عندنا بالمشهد العراقي الآن والجديد من عندها وحالة التشظي ها داخل السنة السنة والشيعة الشيعة نعم. ها وخلطت الأوراق بطريقة أنه صوت الخارج ما يعنيها، فلذلك دائرة الاهتمام انصبت وين؟ على الداخل نعم صح. وهذا مما قوض إمكانية التوعية الوطنية بكون انتخابه كرنفال وطني، توعية وطنية لأهلنا وناسنا الموجودين برا لكي يرتبطوا بالوطن، لكي يعملوا من أجل هذا الوطن، ولكي يعني يذهبوا مستقبلا إلى حالة من الاستثمار، حالة من التطور الاجتماعي، حالة من التطور الاقتصادي وغيرها. هؤلاء المرتبطين بأهليتهم بالداخل بحاجة أن يوفروا نوع من الضمان لهم. هذا لا يعني القوى الأخرى زين. بالنسبة لكم هل الصوت الخارج مهم؟ طبعا مهم لكم 100%. سويتوا حتى نجيبون صوت الخارج؟ وجودي بينكم شنو؟ صح وجود بينك أنا. بس احنا نريد احنا نريد فالعشرين مرة أكثر من وجودك بيناتنا يعني انت لو شايف مثلا الانتخابات السابقة لو قبلها كان الوضع تغير 100% أقوى يعني. أستاذ العزيز أنا بس عفوا أستاذ العزيز أنا مرشح مستقل على ائتلاف الكلدان نعم. لم يدعمني أي حزب سياسي ولم أفتح يدي لأي جهة سياسية لكي تدعم المشروع هذا نعم. إنما أنا بإيماني وبقناعتي الوطنية والقومية بدأت مشروعي هذا ضمن الائتلاف اللي حاولنا بتجميع القوى الكلدانية نعم. ضمن الحزبين الآخرين اللي انضموا للقائمة ومشينا مع بعض. فعندك ائتلاف الكلدان هو مكون من الرابطة الكلدانية والحزب الوطني الديمقراطي الكلداني والتجمع القومي الكلداني وإلى آخره. فالأحزاب هذه اللي كانت موزعة نحن جمعنا طاقاتها وإمكانياتها لكن أنا ما أخذت من أحد وإحنا ما عندنا يعني ما عندنا أي ممول سوى أن نعتمد على ذواتنا. نعم هناك أغنياء كبار كلدان موجودين في أمريكا
وفي أوروبا، قصدي في المناطق كندا وأستراليا، ولكن لم يصلوا إلى هذا المستوى من التبني لهذه الأحزاب. هل الكنيسة متبنتكم؟ وهل الكنيسة نعم مادياً همينة؟ مادياً همينة؟ ليس دعم معنوي، ليس دعم معنوي. نعم. غبطة الباتريارك لويس ساكو استيقظ أيوة الكلداني هو غطاء معنوي. للكلدان لكي يتحدوا، لكي يلتقوا، لكي يتواصلوا مع المشهد السياسي العراقي، ليس إلا يعني. ليس عندك 2 منت انطيني مسج إلك للجالية الكردية الموجودة في أمريكا كلها، شنو اللي تريد توصله إلهم؟ شنو اللي الأكراد الموجودين في كردستان يريدون يوصلون الجالية الموجودة في أمريكا؟ أول شيء إحنا أول نشجع جميعهم يشاركون بالانتخابات، هذا حق مشروع لهم يمارسون هذا حق. ثانياً صوتنا القائمة 184 اللي يمثل حزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السيد مسعود برزاني، إحنا موجودين أكثر من 50 سنة على الساحة السياسية وأكثر، وإحنا عندنا تاريخ نضال دفاع عن حقوق شعبنا، وإحنا موجودين اليوم ساحب أكثر الأصوات بكردستان وأكثر المقاعد بالانتخابات السابقة 28 ومقاعد كذا، يعني 29 مقاعد كنا موجودين، وإحنا كتلة الأكبر بالكردستان، وأتمنى ينطوا صوته إلنا، وإحنا ساحب القتل، وإحنا قدرنا ورا 16 أكتوبر ندافع عن تواجد حكومة أقليم كردستان، وأثبتنا ودافعنا عن كردستان وحقوق الشعب الكردي، حافظنا على كلمة الفدرالية بالعراق، قدرنا نثبتها كحزب ديمقراطي كردستاني، وقوات البيشمركة البطل الباسلة قدر يثبت ويحتفظ بحقوق الشعب الكردستان، وإحنا أمنيتنا ناس يطي صوته إلنا ونكون خير التمثيل للشعب الكردي. شكرا. أستاذ حكمة، عندك حوالي شو ما قلنا أكثر من 300,000 كلداني موجودين متوزعين في أمريكا، وأنت هنا تدافع عن حقوق الكردان، وطبعا بالنسبة أن أؤكد لك واني واحد من عندهم أنه قلبنا هو مع تفكيرنا وقلبنا مع شعبنا الموجود في العراق، لأنه نعرف المآسي اللي أخذها. فشنو المسج اللي تنطيه مو أنت بس، الكلدان الموجودين في العراق اللي عانوا وعانوا وعانوا، شو المسج لك للجالية الكلدانية الأمريكية الموجودة في أمريكا؟ طبعا أنا أحب أقول أنه يعني كوني ممثل لقائمة ائتلاف الكلدان اللي هي رقم 139 وتسلسل 2، أنا أقول والنداء موجه إلى كل الكلدان بالحقيقة، إلى كل المكونات وليس الكلدان، إلى من يتعاطف مع القضية الكلدانية. نعم. سواء كان من الأكراد والعرب والآشوريين والآخرين، إن لم تحموا هذا المكون فالخارطة الديمغرافية العراقية ستتأثر، وسيكون هناك مآسي وكوارث كثيرة، لأن اللون الواحد لا يمكن أن يخلق حضارة طبعاً. ولا يمكن أن يخلق قيمة. نعم. قادرة على أن توجد مجتمع متفتح، قادرة على أن يوجد جسر تواصل مع الحضارة الإنسانية. نعم. أقول عليكم أن تدلوا بأصواتكم وبشجاعة الفرسان، اذهبوا دون أن تحبطوا، دون أن تتكاسلوا، لأنكم في هذا الصوت تحمون إرثكم التاريخي في أرض العراق، تحمون حضارتكم، تحمون قبور أجدادكم، تحمون كنائسكم وأديرتكم، تحمون مكتباتكم ومتاحفكم الكبيرة. نحن نوجه هذا النداء لكي نحمي حضارة وليس هي طمعا في موقع في البرلمان. هذا هو ندائي لكل الأخوة. نحن في هذا المكون أقول 139 تسلسل 2، وأنا الدكتور حكمة داود أقول لكم اذهبوا بكل شجاعة وانتخبوا من تجدونه مناسبا، لأن هذا الانتخاب سيحقق العراق وحدته التي تمتلك صفة التنوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخ أميد. أعزائي المشاهدين، كان هذا لقائي مع السيد حكمة داود جبو حيدو، وهو من قائمة ائتلاف الكلدان رقم 139 تسلسل رقم 2، ومع الأخ أميد جاد من ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني القائمة 184. 184.
في الحقيقة الشيء اللي قالوه هذا الوضع الواقع الموجود في العراق، أن إذا تريد تغير أنت الواقع الموجود، أنت اللي تعيش هنا في 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 أمان، في في استقرار، في ديمقراطية، في بلد يتيح لك كل الفرص، تريد أنت الشعبك الموجود في العراق سواء كردي أو كلداني نفس الشيء إذا تريده هنا. إذا تريد هالشيء روح انتخب، حاول تروح تنتخب. أكو قسم من الحكومة العراقية دي يخلون عندك أشياء يمنعوك من أنه تروح تصوت، فحاربها وروح وشوف موقع الانتخاب، وحتى إذا خير في غير ولاية انتقل هالولاية، لأنه هذا شيء مهم. هذا الصوت اللي راح تنطيه أنت راح تساعد أهلك وأصدقائك الموجود في وطنك، فحاول كل الطرق أنه تروح تنتخب، وانتخب مو فقط للكلدان وللأكراد، انتخب للناس اللي أنت تشوفهم مهأهلين، اللي أنت تعرف هم مو نفس الفاسدين اللي رشحوا أسا واللي راح يخبون يخوضون الانتخابات أسا والاحتمال راح يفوزون، وإذا يفوزون راح يكون نفس الفساد. حاول أنه ترشح وتصوت للقوائم اللي تشوفها أنت والناس الموجودين بالقوائم اللي تشوفها أنت جيدة لمصلحة الشعب العراقي. نقدر نذكر على السريع أماكن ما التواجد. يوجد يوم الإيسايد بمشيغان، إيسايد على 12 ميل أفتر فانداك، أكو كنيسة ورا كنيسة أكو قاعة موجودة يوم الجالية بإيسايد تشاركون. أكو قاعة ثانية موجودة على ديربون هايد على 26305 فورد رود بين بيج ديلي وإنكستر، تحبون تشاركون أهلا وسهلا بكم، أتمنى لكم تشوفكم يوم الانتخابات. ويوم على على ساعة راح يفتح أستاذ وليد يوم 9، احنا عندنا يوم 10 و11 يوم 10 من ساعة 7 صباحا يوجد يفتح مراكز انتخابات لغاية 6 مساء، وكو محاولة يطولوها بعد ساعة بس ليس هذا أكيد 100%. يوم يصير يوم الخميس وجمعة يعني نفس الوقت، نفس الوقت ساعة 7 لغاية 7، ويأخذون أي إثبات عراقي اللي هي هي دفتر نفوذ، جنسية، دفتر الخدمة، ومن هنا درايفر لايسنس، أي شيء عراقي، باسبورت أمريكي، اثنين إثبات عراقي. أتمنى على تأخذون وياكم تشاركون بالعملية، حتى تكون دفتر نفوس ما 57 والباسبور القديم همنا يكون معترف فيها. أتمنى على كل واحد عنده فشي يأخذه وياه يثبت هو عراقي، كونا لازم يشارك. أتمنى لكم كلكم تشاركون مثل ما تفضلت على 12 مايل وآفتر فانداك. عندك معلومات عن ولايات أخرى؟ في كاليفورنيا، في أكو بدالاس، أكو بشيكاغو، أكو فرجينيا، أكو بناشفل، أكو سانتياغو، أكو أكو 14 مراكز انتخابية بأمريكا. فإذا واحد مثلا خلينا نقول ماكو بأريزونا وأكو بسانتياغو يقدر يقدر يروح يشارك، يشارك وكلكم تقدرون تروحون على ويب سايت أكو مراكز انتخابية مال أمريكا وينطيكم كل أدرس، بس ما تقدر تصوت على ماكو، لا إلا تروح تشارك بشخصية. أتمنى كل الإخوان الموجودين بأمريكا يثبتوا نفسهم ما تفضل يشاركون بالعملية. شكرا. ما دام خلينا نص دقيقة نعطيك أنت نص دقيقة، إذا هاي المصلحة لا هذا تجاوز على الوقت هذا. أنا قلت الناس يروح يشارك لك. لا أنا لا أشكر دعواك، أنا حقيقة هي دعوة وطنية. يعني أنا عندما أتكلم عن الكلات تتكلم عن الكلدان، وعندما أتكلم الكلدان تتكلم عن العرب، لكن إحنا شكل وحدة وطنية عراقية واحدة. سنعمل من أجل إبقاء هذا العراق لكل العراقيين، وسنناضل جميعا من أجل إبقاء القرار الوطني قرار مستقل بقدر الإمكان، وليكن شعارنا جميعا أن نبني عراقا ديمقراطيا تعدديا فيدراليا. هذا التمني وهذا ما نناضل وهذا ما سنسعى إليه، ولا نريد أن يغيب الكلداني عن المشهد السياسي العراقي، ولا نريد أن يغيب أي مواطن عراقي حق المواطنة، حق الانتخاب حق للجميع. فعلينا أن نحافظ على هذا الحق، وعلينا أن نساهم في أن نوعي
من يعتقد أن هذا الحق لا يعني شيء نقول هذه أمانة في رقبة هؤلاء. اذهب إلى الانتخاب بشجاعة الفرسان وانتخب ما تجده مناسبا لكي نبقي هذا الثابت الوطني. لا تقول صوتي ما يغير شيء. لا تقول صوتي ما يغير شيء. ترى صوتك راح يغير. صوتك راح يغير كل شيء. صوتك سيقف ضد هؤلاء الفاسدين اللي موجودين في السلطة السياسية. إن لم تصوت لهذا معناته ستترك المجال لهذا لكي يتكرر وتكون المأساة أكبر. عليكم أن مرة أخرى أن تتحلوا بشجاعة الفرسان وتذهبوا لتختاروا من تجدونه مناسبا وطنيا عراقيا أصيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا أخو مي. شكرا أخ حكمة. أعزائي المشاهدين مرت اللخ نقول روحوا شاركوا بالانتخابات مو لكم بس لإخوانكم وأقربائكم الموجودين في العراق، لأنه إذا جبتوا يعني أشخاص شرفاء أشخاص مؤمنين بالتعددية والوطنية راح الكل يستفاد. إلى لقاء آخر. أسعد مساء.